طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبر دكتور سليم الجبور كومبارس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس يجملون المشهد، كل واحد يحاول أن يرضي جماعته حسنة كم نظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات، هل حشي باقي كل كلاوات؟ كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول حملات التشويه التي تشنها أحزاب إسلامية مسيطرة على العملية السياسية في العراق على مرشحين من التيار المدني. طبعا عدد من المرشحين من التيار المدني لم يستطيعوا الصمود أمام حملات التسقيط التي واجهوها في الأسابيع الماضية، اضطروا إلى الانسحاب من الماراثون الانتخابي حفاظا على أنفسهم وكذلك سمعتهم، كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد. لم يستطع عدد من المرشحين المدنيين أو ما بات يطلق عليهم اليوم بغير الإسلاميين الصمود، فقد شهدت الأيام الأخيرة انسحاب أكثر من 10 مرشحين بعد حملات نفذتها بحقهم جيوش إلكترونية تابعة لأحزاب إسلامية، فصائل مسلحة في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى. شملت اتهامات مختلفة وصلت إلى حد فبركة صور مقاطع فيديو لعدد منهم ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت زورا كما قالوا لمرشحين. يشكل الحضور للتيار المدني والعلمانيين في الانتخابات القادمة يمثل الآن يعني كما يصفه المراقبون بأنه تمثيل قوي، وهذا التمثيل والتواجد في الشارع يواجه كذلك تهديد من قبل الأحزاب النافذة في البلاد، من التي ظهرت عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وتعاظم وجود المدنيين وارتفاع أصواتهم بعد تظاهراتهم الأولى التي أطلقوها عام 2014 والتي طلبوا فيها الحكومة بتحسين الوضع المعيشي وإصلاح الخدمات، حتى جاءت يعني كما يقال جاءت الصدمة التي ضربت الأحزاب الإسلامية في العراق المسيطرة على الحكم بعد رفع شعار يعد الأول من نوعه وهو باسم الدين بوغون الحرامية، في إشارة إلى الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية التي تدعي تمثيلها لأحزاب إسلامية. طبعا في هذا الإطار، إطار الاتهامات، عضو في مفوضية الانتخابات تحدث بأن الكثير من المرشحين ضعفوا وانسحبوا وأبلغونا بذلك عبر الرسائل الرسمية. أضاف بشيء من التهكم، من غير المعقول بأن الأحزاب الإسلامية تواجه تهم الفساد وسوء إدارة البلاد بينما المدنيون والعلمانيون يكتسحون الساحة، الحملة متوقعة ضدهم، لكن أن تطال الأعراض فهذا سيء للغاية وغير متوقع من مجتمع محافظ كالعراق. هذا ما تحدث به موظف في مفوضية الانتخابات. أكد بأن الهجوم مصدر الأحزاب التي تسيطر على حكم البلد منذ سنوات من خلال أذرعها الإعلامية والتي باتت تروج من خلال جيوشها تهما عديدة تعلم جيدا بأن الشارع العراقي يتحسس منها. عمر زياد سامي وهو مرشح للانتخابات البرلمانية اتهم من تمدن، طبعا من قائمة تمدن أو تحالف تمدن، اتهم أحزاب إسلامية بقيادة هجمة شرسة ضد المدنيين والعلمانيين قائلا بأنهم يمارسون الابتزاز والتسقيط معنا لأنهم يعتقدون بأننا أعداء لهم ويعتبروننا كفار كما يقول. أوضح في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية فشلت في إدارة البلد وقادته إلى حروب وخسائر، وبمحاولة لركوب الموجة سعت خلال الفترة الماضية إلى تبديل أسمائها إلى تكتلات مدنية في محاولة للضحك
على العراقيين مرة أخرى بشكل جديد ومزيف. أضاف الفيسبوك بالعراق ليس له شغل ولا عمل هذه الأيام غير التسقيط بالمرشحين المدنيين، كذلك شاشات التلفاز العراقية، لأن الإعلام بمجمله في العراق بيد النافذين من الأحزاب الإسلامية. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع التسقيط قبل الانتخابات، خاصة الحملات التي تستهدف الأشخاص أو المرشحين من التيارات غير الإسلامية، من التيارات التي لم يكن لها وجود في العراق أو السيطرة على العملية السياسية في العراق بعد العام 2003. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال عمر، كيف حالك؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك يا عمر، تحية القناة الرفضية، تحية الكادر والقناة. يا هلا بك. اليوم موضوعك على الانتخابات ها؟ نعم، هناك تسقيط سياسي من قبل الأحزاب الإسلامية المسيطرة في العراق على القوائم الأخرى، خاصة القوائم العلمانية التي تدعي بأنها قوائم مدنية وعلمانية. هذه هي من 2003، هي حكومة واحدة، هي بس هي الديكورة، هي اللي تحكم، هي أتباع إيران، الميليشيات الإيرانية هي الحاكمة وهي سبب دمار العراق. إذا لم يتحرك الشعب، سواء العراقيين الشرفاء، سواء أننا ننتخب أو لم تنتخب، فالحكومة هي هذه الحكومة البائسة التي دمرت العراق ولهبت أموال العراق والتي جلبت كل مشاكل المنطقة، خصوصا في ظل هذا غياب الدولة، لا يوجد دولة بالعراق، هي دولة ميليشياوية، هي تدعم النظام السوري. النظام السوري نفس النظام بالعراق، مع احترامي وتقديري للشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني والميليشيات الديوث الحوثي، هي تمول من النظام العراقي. النظام العراقي هو مع الأسف عقب ما كان هو بوابة، هو حارس البوابة الشرقية للوطن العربي، أصبح بعد احتلاله قام يدعم الإرهاب، خصوصا بعد ما نشوف صور هذول المجرمين مثل العامري مثل هذه الأحذية حقت إيران. وتحية لك وتحية للشعب العراقي البطل. أبو فيصل من السعودية، معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم عمي عمر، وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. الله يخليكم، الله يستر عليكم، الله يحفظكم حبيبي. هم لو يؤمنون بالديمقراطية، لو يؤمن بالحرية، ما يضرب اللي يخالفهم وإن كان بالاعتقاد. الشعب العراقي طيب ومسلم، ذبت رجال مسلم، فذولا يعني أولا هم ذولا ممثلين أمريكا العراق، وهم يعني كلامهم ضد ونقيض. يعني أنت شلون تخلي إيدك بيد المحتل وتجي وتخنق العراقيين وتأخذ أموالهم، وأنت لو عندك دين أنت يا الإسلامي، وأنا كثير أعرف من عدهم، ما تسوي هذا الشيء. يعني حتى لو ينافسك مسيحي، حتى لو وثني، أنت أدلوب الزلوك وهو خلي ذاك أدلوب الزلوك ونشوف منه. وأنا أشوف في رأيي كل من يحشون على أي واحد هو فيه الخير والصلاح. أنا أشوف في رأيي، أنا إسلامي، ولكن أشوف في رأيي العلماني أكثر يوحد العراق من الإسلامي. ليش؟ لأن الشيعي بالخصوص، وأنا شيعي، هم الشيعي اللي جابوا البلاء لهذا البلد، أخذوا انتطوا كلمة السيد السيستاني. الأحزاب الإسلام اللي تدعي تمثيلها أو ذات خلفية وأطر إسلامية. يعني هم حتى العفو يتقطع الصوت. أقول لك الأحزاب اللي جت بعد العام 2003، مو كل الشيعة ولا كل السنة، الأحزاب اللي دائما ما تطلع علينا بأنها تمثل هذا المذهب وذاك المذهب. إيه هو هيك، هو أنا أقصد هذول اللي جوا من 2003، إجوا بتأييد أمريكي إيراني، إجوا يقمعون الشعب العراقي، لو هم يوم للأريتان خلوا غيرهم. وأنا أقول لأخوتي العراقيين، يعني أنت المفروض تطي دمك وتطي وجودك وتطي كل ما تملك للعراق، بالقياس إذا أنت ما تقدر لتبيع العراق برخيص بثمان معدود بأشياء بدراهم معدودة، لتبيع العراق ما يستاهل من عندك أنت تنتخب ذولا. ذولا الخونة اللي خنقونا، اللي دمرونا، اللي قسموا العراق كردي سني شيعي. أنا ما كنا نعرف يا عراقي،
خل يستغلون طيبتك باسم المرجعية، خل هو يطلع المرجع في المرجع مو أخي بشيش قال، قال ها هو أيد الدستور وأيد الانتخابات وأيد الشعب الشمعة وآخر شيء انسحب، قال والله تقصير الشعب. يا شعب العراق انتبه لنفسك، وقال رسول الله كما تكون تولون، كما تكون تولون يا أخوان، أنت الصنعون، أنت الصنعون الحدث، لا يقشمرك بشيء مو المجرب لا يجرب. إلى متى؟ شنو أنت يا شعب العراقي؟ أنت مختبر، هذا الحزالات ذلبة عفضل، نسيت المالك يقرأ الفاتحة على جنود الأمريكان؟ نسيت المالك كان يقول لإخوتنا السنة عند المبات إنه قبل أن تنون، وش كانوا يريدون؟ يريدون المبالغ بسيطة، كلش بسيطة، يعني وكأنه هم ها كلمة الاستقواء، كلمة القوي ضد الضعيف. لا. إلى متى؟ إلى متى إحنا من ما إلنا قادر؟ والله ما نسوى بدون العراق أبدا ما نسوى. لا تشمرك تبيع العراق بشيء بسيط، لو بطلي لو بورقة لو بطانية، العراق ما يعني شور بيك، العراق كلش كبير. أبو علي برأيك أنت هذه الحملات، حملات التهديد والتسقيط السياسي، يعني إذا لغاية الآن 10 منسحبين من هذا التيار، يعني ظاهر الجماعة مرتبين أمورهم وخلاص، يعني مقسمين المناصب بيناتهم إن كانت في البرلمان أو في الحكومة المقبلة. حبيبي عمر حتى هددوهم بالكتل، أنا أعرف جماعة حتى هددوهم بالكتل، وقسم قال لهم أخذ فلوس، جاب شعبية، جاب أخذوا فلوس وراحوا على صفحة، ويدرون قاعد يسقطوهم، يستغلون طيبة الشعب العراقي، يستغلون، وبالخصوص احنا مناطقنا الشيعية، يعني بس واحد يأتي جاي يقتلوه، هم ذول إرهابيين، هم ذول دمروا العراق يا أستاذ عمر يا حبيبي يا عمي، والله ذول دمرونا. حسوا، مو انت تروح لا تحكي تقول الشيء، حسوا مع الناس عيد وتاخذ لك كم دينار وتروح على صفحة وباتر ترد عليك، والله ترد الوبال عليك. لا تصدق إدراك ومحافظة بالعراق، ما مرتاح العراق يرتاح. لا تصدق اليوم العالم قرية صغيرة، إذا بلد بعيد ما مستغري أنزل على العراق. أنا أشكرك أبو علي من كربلاء، كان معنا اتصال. أم أزهار من بغداد كذلك، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي القناة العظيمة وعامليها بالنسبة لهاي الحكومة، هاي الحكومة ما تريد الصحة من أخطائها، ولا تريد ترتعد من هذا البلد، لأنها مستفيدة. إذا ارتعدت فهي ديونها تخلى، وإذا وقعت تريد تخرب. فأنا أشغل أقول إنه الإنسان لازم يوعى، هذا الشعب ما وعى، هذا 15 سنة شنو شاف؟ شاف ولاع، شاف أطفال مهيئين العالم، شاف مستشفيات صحيحة، شاف مدارس صحيحة، السجون مليوءة بالناس اللي ما عندهم أي ذنب، كلهم سنة لهم مالك زرعهم وخلاهم بالسجون. فأنا شو أقول؟ النفوس الضعيفة لا تطلع تنتخب، لا تفور أن تنتخبون يا عراقيين، وخلوا يفسد هذا الانتخابات تفسد، وحتى يفسد قيمة أنه شعب منتفض وما يريد هذول الحكومة. لكن إذا طلعتوا وانتخبتوا يعني أنتوا راضين على المؤرة اللي موجودة عندكم من إيران وأمريكا وإسرائيل، وأنتوا راح تأكلوها أكثر من الوضع اللي أنتوا فيه. فانهضوا يا عراقيين وصيروا شجاعين، وحتى ينطوكم فلوس ونتخافون، وحتى إذا هددوكم وشنو التهديد؟ تهديدهم ليش المدفع؟ نعم. أم أزهار أبو علي يعني لفت انتباهنا إلى نقطة، يقول لك هم مو يدعون بالديمقراطية وجلبوننا الديمقراطية بعد العام 2003، ليش يقومون الآن بتهديد الأحزاب الأخرى، التيارات الأخرى اللي جديد مثلا الذي يرشح؟ ليش يعتمدون لغة الترهيب والتهديد؟ اسمح لي أقول لك إنه هم
يدعون بالديمقراطية، هم ما يدعون بالديمقراطية، هم يدعون بالفساد والفوز النهب. أما هاي الأحزاب اللي قاعد تجي هم خافوا إنه إذا حزب ديمقراطي راح يجون أحزاب بعثية، راح يجون أحزاب جماعات جدا يريدون ينمون هذا البلد، يريدون يجون الناس أفكارهم جيدة تريد تنمو هذا البلد، تخلص هذا الشعب من المؤرة الموجودة هنا عندنا. لكن هم خافوا منها ما شاء الله، دعوا يهددون فهم جبناء. يعني أنا أقول لك يا شعب لا تخاف من التهديد، يا شعب لا تخاف من أي تهديد يجي لك، وكون قوي وكون عندك شخصية قوية حتى تخلصنا ونخلص من المؤرة الموجودة في هذا البلد ونرجع العراق الصمام العظيم إلى الدول العالم كله. وأنا أشكرك. أم أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أخ عمر، إذا نريد نعاتب من الذي يستحق العتب؟ بالنسبة للمسؤولين وتصريحاتهم نعلم أنهم عملاء وقتلوا وسارقون لمال السحت الحرام بدون استثناء، يقول هو. لكن المصيبة الشعب 15 سنة ما يعرف بس الحقد والغل، أين حب الوطن وهيبة الدولة؟ ما يكفي خنوع. طبعا مو كل الشعب، يعني هذا تعميم خاطئ. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، أني شهاب أبو أحمد من الشرقاط، يقول من رأيي لا ننتخب هذه الحثالات كما سماهم، قوموا قومة رجل واحد وغيروا الظلم وأخرجوا المحتل الإيراني. العراق عظيم وشعبه شعب كريم لا يرضى الذل، أصرخوا بالحرية والوحدة. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام حضرتك والقناة الرافدين والكادرها. أهلا وسهلا. أستاذ عمر، هي الحكومة متقسمة ومنتهية، يعني الانتخابات تقسمت ماكو. نعم. حتى انتخبنا هي كلها تقسمت وانتهت، كل من أخذ منصبه دعاية انتخابية دا يحطون صور كل شيء، هو وهم هسه مشبحين على كل الأحزاب. يعني نعم. مثل هذا الحزب دخل ويا هذا الحزب ورد خش ويا غير حزب. أنا كنت ببغداد وعرفت كل شيء عليهم، وهيك. نعم. يعني هاي يركضون هيك وقدام الناس كذب، هذا الحكي كله مالهم كذب. هم الحكومة تقسمت ونفسهم راح يظلون البرلمانيين نفس البرلمانيين، وراح يطبون جدد كم واحد وياهم. نعم. والحكومة نفس الحكومة، ولا نتعب نفسنا ولا نحكي ولا أبد. زين، إذا هم ضامنيها ومرتبيها، ليش يهددون باقي الأحزاب والتيارات؟ مو ناس، يعني دا تسوي ناس، يعني عندهم خيانة ناس، يعني دا تطلع حكي ناس. أستاذ عمر، واحد دا يطلع حكي الآخر. نعم. يعني هم ناس دا تطلع حكي ناس. ليش ناس أنتوا كلكم بالهوى سوا، أنتوا لو دا تطلعون واحد حكي الآخر اسكتوا، انتوا تعرفون شنو مصيركم. زين، والحكومه تقسمت وانتهت هاي، وحتى انسحبوا من الانتخابات. استاذ عمر، انسحبوا وهذول راح يجون بعد الانتخابات، قايلين لهم انسحبوا ومكانكم مضمون كلها. نعم. نعم، ام محمد بن السليماني كانت معنا، شكرا لك. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم.
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أخوي عمر. هذول يعني تشليت ما يردون الشريف يشتغل، حتى لو واحد يعني يشتغل صدق ما يردوك، فهم مشربين بشباش الكاظم بعد ما يعوفوه. فالشعب هذا الشعب يعني نايم مدارس، يعني تشوف نفسه مهان ومذلول، ليش وقت يظل مدارس؟ فهم يعني حتى المرشحين الجدد راح يطردوهم أو يقتلوهم أو يعطوهم فلوس ويروحون. فهذول يعني يعني شلبوا شيء، ما يردون واحد شريف، يردون واحد سافل مثلهم، وهم عطيناتهم هم هذول. وليش يعني معقولة، احنا نعيد نفس التساؤل، معقولة يعني المرشحين الجدد يخوفون الأحزاب الإسلامية اللي مسيطرة على على العملية السياسية من العام 2003؟ يعني كم واحد ما راح يأثرون؟ أخوي عمر هي من الجبالة، يعني مشلبين ما يردون واحد شريف، يردون هم الخيرات كلها لهم، يعني ما يردون واحد يعيش كرامة وشرف، مستحيل. هم يردون البلد مهان دليل، واصل مرحلة للوباء، يعني للوباء هو بالوباء. نعم. يعني هذاك اليوم الناس اللي بالبصرة تحتيه ذاك اليوم بالتليفون الشبكة ما تعبانة، هاي بالبصرة، بالبصرة مو ثلاثة ولد عدة ضربوا، لما ضربوا الأمريكان البصرة والفلوجة، شوف السرطانات، شوف الأمراض، يقول الشعب يموت، يعني ينتهي على بكرة أبي. بس يسوي الشعب بتاك ما أعرف، يعني ما هزت الغيرة، ما تهتز الشوارب أبد، الظل يعني شيء والله عيب، أكبر خزي على العراق والله. يعني الناس إحنا دا نشوف إذا واحد يطلع مظاهرة سلمية يتم قمعه. مع السلمية أخوي عمر، السلمية هاي كلها خلاوات، يعني هاي ما تبرد قلب، ما أخذ بالقوة ما يستاذ إلا بالقوة، هذا واقع حال، يعني مدحتي اعتباطيا، هذا واقع. النخل بالقوة والخداع، ويا الله على أمريكا اللي جابت لنا هيك حسالات زبالة، والله زبالة. أبو حسن من بغداد كان معنا اتصال. أبو خالد من بغداد كذلك، تفضل أبو خالد. سلام من الله عليكم وعلى كادر الرافدين وعلى كل مشاهدين الرافدين ولكل شعبنا العربي، لكل شعبنا الأبي الغيور الشجاع. سيدي عمر، أقسم بالله هذه الأحزاب سين وشين، أخنا قبل 8 سنين كنا في أحد الدول العربية واشتقينا بهاي الأحزاب، بأحزاب حزب الدعوة، بأحزاب حزب الله، بالإسلاميين، بالإخوان المسلمين، والله العظيم وليسمعني كل شعب العراق بكل أطلاقهم ليس مسلمين، وهم خونة وهم لا والله، وهم مدمرين للدين والإسلام. سيدي عمر، أقسم بالله رب العرش، أنا تكلمت معهم شخصيا في أحد الدول العربية، هذا يقول لي نحن في الحزب الإسلامي، هذا يقول لي نحن في حزب إخوان المسلمين، هذا يقول. انقطع الاتصال مع أبو خالد من بغداد. يقول أبو عارف من بابل، انسحاب التيار المدني من الانتخابات يعطي صورة واضحة للظلامية التي ستحكم البلد في المرحلة القادمة، وتكبيل الحريات وإلغاء الآراء المخالفة بالترهيب، لا كما يدعي معمميهم بأن لا دولة مثل العراق في مجال الحريات وللتعبير أو الاعتقاد، والحق أنه لا دولة كالعراق بسرقة المال العام والفساد، لا دولة كالعراق بعد تحرير المدن بسنة كاملة لا تزال الجثث تحت الأنقاض والدولة عاجزة عن إعمار ما دمرت، لا دولة كالعراق سياسي البلد ومعمميه يهددون بالجهاد والمقاومة في حال ضربت أمريكا بشار الأسد، وهم من ساند وتحالف معها لاحتلال العراق. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهدي الكرام، حياك الله، يا أهلا بك. تذكرت قبل شوية أخوي عمر أنه سير طلعوا مظاهرات سير قمع. نعم. طبعا صحيح هذا الشيء، بس ماكو حرية تجي بدون ما تضحيات، لازم يعني. نعم. يعني الجزائر أعطوا مليونين شهيد حرروا، فلازم يكون تضحيات. إحنا هذا الله كاتب علينا، يعني شو سوى أخوي العزيز؟ مثلا هذا عندك المالكي أبو تسجيل طبعا باليوتيوب، بديكم يا قناتكم الكريمة، يقول أنا كنت كانت عندي غرفة سيدة زينة، هي غرفة نوم وهي حمام أو مطبخ. نعم. قسمها بالنص غرفة واحدة. ها زين، أنت أسمي لك هاي الأموال اللي تسوي بها دعاية والألف مليار إيرو اللي سرقتها، يعني هذول ما يشبعون خمر يا أخي، والنوم ما كفوهم اللي سرقوه. نعم. زين هاي الدعاية اللي سووها مو فلوس،
زين وين قانون من 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 عيد لك هذا؟ ليش ما يطبقوا عليهم؟ يا اخي ما يشبعون، صارت 15 سنه فوق ليش مرشحين نفس المره الثانيه؟ والاحزاب الجديده يحاربوها اللي يعتبرون علاقه مع ابوهم. نعم. اكيد يحاربوها. يعني ما اعرف يعني شنو مصير العراق وراء الانتخابات، راح يرجعون من نفسهم. طبعا راح يزورون الانتخابات من نفس الصناديق حاضره من ايران. زين. فكيفهم يسلطون عملاك العراق وخيراته؟ طبعا بالمناسبة اغلب الاحزاب الاسلامية يعني غيرت اسمائها الى تيارات مدنية. بالضبط، الاسلام من براء. هم هاي بس عناوين، هاي اسلامية وكلها عناوين. الاسلام من براء في هاي الشعب شبه الضحية حتى، يعني العراق مدمر من كل النواحي. يعني ما وش الانتخابات راح يرجعون نفس المؤسسة بالقوة، ما دام ايران مسيطرة على العراق فالاحزاب الموالية ايران راح ترجع بالقوة. نعم. وتحية لك يا أخي. شكرا محمد من هولندا. كان معنا اتصال آخر، أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك أخي العزيز وقناة الرافدين وكل الكادر. طبعا أستاذ عمر هم يشوهون ويشنون حملات تشويش وحتى يهددون، وإذا لزم الأمر حتى يخطفون، لأن ما يريدون أحد غيرهم بالساحة. يتهموهم بأعراضهم وبشرفهم وبكل شيء يجعلهم ويجعل أحزابهم هي المسيطرة على الوضع. مع العلم هم يعرفون بأن حتى إذا فازت التيارات غير الإسلامية هم ما راح تكون لهم كلمة، يعني فقط حتى لا أحد ينهب ويسرق باسم ما يسموه القانون. أستاذ عمر، الأحزاب اللي يسمي نفسها بالإسلامية هي اللي جابت الدمار للبلد، هي اللي مسيطرة على الوضع، وهي بإيدها السلطة، وهي بالأساس مدعومة من إيران، وكل هذا اللي يقومون به هو بتوجيه من إيران. وكل الشعب والحكومة يعرفون بأن المسيطر اللي مسيطر على الأوضاع بالعراق واللي بإيده القرار هو إيران. أستاذ عمر، يعني هو اللي بقى من السنة هسه ما نأمن على نفسه بسبب بطش الميليشيات. يعني وأتحدى قوات الشرطة إذا كانت متواجدة بأي مكان وتيجي قوة ميليشياوية تريد تعتقل أحد أو تداهم أي بيت أو أي عائلة بنطاق تواجد هاي القوة الأمنية، أتحداهم إذا يقدرون يمنعوهم. يعني لا العبادي اللي يدعي نفسه رئيس وزراء ولا البرلمان ولا أي جهة أخرى تمنحهم من الإجرام اللي يقومون به. أستاذي العزيز أستاذ عمر، البلد ضاع وانتهى، الكوادر العلمية والشرفاء والوطنيين أكثرهم غادروا بسبب التهديدات والاعتقالات. تعكت الانتخابات أستاذي العزيز، تقسمت وكل واحد أخذ حصة وكل حزب تحددت إلى مقاعد محددة. ولكن اللي نتمناه واللي هذا مفروض على الشعب اللي يطلع دائما ويصيح هيهات من الذلة، إذا يريد يعيش بذل ويقول هاي الأحزاب هي اللي ضيعت الوطن وضيعتنا، أن يقاطعون الانتخابات، ومو بس يقاطعوها، لا يطلعون بيوم الانتخابات ويدمرون كل المراكز الانتخابية حتى يوصلون رسالة للعالم بأن الشعب رافض وجودهم ويفضحهم أمام كل العالم. ماكو غير طريقة، لأنه الشغلة منتهية ورايحة وهم المسيطرين. اذا رحت انتخبت او ما انتخبت، لا والله اطلع واهدم هاي المراكز الانتخابيه وكاميرات تصور والعالم يباوي ويشوفون شلون راح يفوزون وشلون راح يستمرون بهاي العنجهيه مالتهم وهذا الاجرام مالهم اللي يقومون به ضد الشعب. لا. ماكو غير طريقه استاذ عمر. نتمنى من الشعب اذا يريدون يعيشون بعز ان يقومون باي شيء يمنع هاي الأحزاب اللي الإسلام منها براء، اللي هي دمرت وشوهت صورة الإسلام. نعم. أن يمنعوهم من بقائهم بالسلطة وبالحكم. شكرا لك أستاذ عمر. شكرا أبو ناصر من تركيا. معنا محمد من السماوة. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية للرافدين. نعم تفضل. اي حبيبي انت محمد اليوم. اي نعم محمد مسلم. نعم محمد. اليوم الاحزاب الاسلاميه المسيطره على الحكم بالعراق تهدد المرشحين الاخرين من خارج الاحزاب الاسلاميه، من مثلا التيار المدني، تيار التحالف تمدن. اكو 10 اشخاص من هؤلاء المرشحين انسحبوا وقال لك احنا بعد تلقينا تهديدات وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا خلينا ننسحب من هذه الشغلة احسن لنا. الجماعة شانين حملة شرسة على
باقي الأحزاب، خايفين من خسارة كراسي لو هذا ما تعودوا عليه كل فترة انتخابية، برأيك؟ السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. لك وتحية للرافدين. حياك الله. نعم نعم محمد. أي حبيبي أنت تسمعني؟ أي نعم محمد مسلم. أو نعم تسمعني هسه؟ تسمعني؟ أي نعم أي نعم. تفضل. يبدو هناك مشكلة بالاتصال مع محمد بن السماوة. يقول نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول السلام عليكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. كما هو معروف فالبلد يقع تحت طائل الاحتلالات، فانتخابنا أم لا فالقادم سيمثل وجهة نظر المحتل، شئنا أم أبينا ولا سبيل للتغيير الفعلي إلا بتحرير العراق من كل احتلال وتحرير العقول من سيطرة المعممين. أبو نور الحسن من بغداد. قول رسالة أخرى، المتنافسون السياسيون بمسمياتهم المدنية والإسلامية غايتهم واحدة هو بلوغ الهدف الفاسد، يقينا سيكونوا بعيون الشرفاء ساقطون وإن لم يسقط بعضهم بعضا. إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الأغلبية، فمقاطعة الأغلبية للانتخابات تعني عدم قناعتهم بحكم الأقلية المساهمة فيها. معنا اتصال. غزوان من الديوانية، تفضل غزوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي انت تسولف عن الدعايات الانتخابية، دعايات انتخابية يعني تنتخب بدون ما تشوف تنتخب تمشي، يعني لو حدك منتخب يعني هم دولة جنسية جاي ينتخبون. الو. اسمعك غزوان. يعني الانتخاب يعني كليشة هاي الانتخاب، ولا انت منتخب لقدام الاحزاب؟ يعني انت تشوف انهم النتيجه محسومه لقدام؟ يعني النتيجه محسومه لقدام، يعني هسه جاي بطاقتك تبيعها ب 50,000. 50,000 بس؟ اي تبيعها ب 50,000، يعني عادي تنتخب ضد جنسيتك والبطاقه تنتخب. يعني تعطي 50,000 وهو يصعد بالبرلمان ياخذ من العراق مليارات الدولارات. يعني ما أقول يعني ترى يبيك 50,000 تقول جنسيتك كل هاي ما انتخابات، يعني تنتخب عادي بدون ما تروح. زين ليش الأحزاب الإسلامية تهدد بالمرشحين الباقين وتسقطهم؟ وكل من حزبة يعني دعايات انتخابية، كل من حزبة يعني تنتخب هذا الحزب يعني حاصل أكثر يعني. نعم. غزوان من ديوانية. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله. تحية لك أخي عمر ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين، وأحيي الأخ أبو علي من كربلاء أبو حسن. أنا أرد الله. على أخونا أبو ناصر من تركيا، يقول الأحزاب الإسلامية من 2003 هم السبب. أنت أيضا سألت سؤال أخي عمر، الإسلام في وادي وهؤلاء الأحزاب الإسلامية في وادي آخر. نعم. لله عز وجل أخي عمر، ديننا دين الإسلام دين اتباع وليس دين فكر وابتداع. الأحزاب الإسلامية مثل حنان فتلاوي تقول شخصيا، هذا صورة وصوت أنتم نقلتموه، تقول إحنا كلنا شاركنا في الكعكة. ويعني هل الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وديننا دين اتباع وليس دين فكر واتباع. فنحن في موروثنا الإسلامي احنا عندنا في العراق على مدار السنه لطم وعزاء وبكاء، يطلعون الناس للطم وعزاء وعاشوراء، ويعني حتى الان عزك الله حتى الخروف يعبد، يقول والله هذا الخروف مبارك. هل هذا دين اسلامي؟ والامام عمر الموروثنا الاسلامي، امام عمر رضي الله عنه يقول القوي عندكم ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف عندكم قوي حتى اخذ الحق له. نحن والمسلم ورسول الله سلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي أحاديث كثيرة بالنسبة بموضوع الجار. هل معقول واحد يتبع طائفة يعتدي على جاره؟ هل هذا إسلام؟ يعتدي على يعني يقتل جاره ويأخذ ممتلكاته؟ فالذي يحصل في العراق هذا الإسلام في وادي وأولئك القوم في وادي آخر. يعني مثلا هناك مراجع، هل رأيتم
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث شخصيا بأعلى صوته للناس، قال كان يقول لهم اسمعوا واطيعوا، والإمام حسين وإمام علي رضي الله عنه، هل رأيت هذا المرجع يعني يصدر شريط صوتي أو شريط فيديو؟ هناك تناقضات شديدة، وهذه التناقضات كلها بسبب خلل في العقول، اللطم على مدار السنة. زين أبو عبد الله، أبو عبد الله، يعني إحنا اليوم إحنا بنقول الأحزاب الإسلامية معروفة بالعراق ولدى يعني أبسط إنسان اللي تدعي تمثيلها للإسلام أو الفكر الإسلامي كما يدعون، لكن على الواقع صرنا 15 سنة ما شاء الله الملفات الفساد ويعني فشل الدولة على كل الأصعدة. اليوم هم يهددون باقي التيارات المرشحة بالانتخابات، باقي المرشحين، تسقيط سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هناك حملة منظمة. احنا نسأل هذا السؤال، هذه الأحزاب المسيطرة على موارد الدولة، مسيطرة على العملية السياسية، كما قال أكثر من متصل، قال لك هم مقسميها بيناتهم وضامنين المقاعد الجاية كان بالبرلمان أو بالحكومة، ليش دا يقومون وينزلون بهذا المستوى؟ يعني هذا مستوى مافيات، مستوى عصابات، أنه يقومون بتهديد الباقين، ليش برأيك؟ أخي عمر، أنا قلت لك السبب هو يعني السبب هو من أجل يعني من أجل سرقة المال العام، من أجل مثل ما قلت بأن الإسلام في وادي، هؤلاء الأحزاب المحسوبين على الإسلام في وادي آخر، هؤلاء هدفهم القتل والتشريد وسرقة المال العام. أما إذا تقرأ الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي ديننا مثل ما قلت دين اتباع وليس دين فكر اتباع، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمسلم يعني لا يمكن أن يعتدي على أحد، وأن حتى إن الله عندما أمر بالقتال قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هل يعتبر نفسه مثل قيس الخزعلي يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد؟ هل معقول يأخذ أطفال يحرقهم ويقتلهم؟ هل هذا من دين الإسلام؟ فالذين الآن الحكم، الذين حزب الدعوة يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى اللطم على مدار السنة. فهؤلاء يعني كلهم عقيدتهم قتل تشريد وسرقة مال العام. هذا المشكلة. أبو عبد الله من لندن كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. هناك رساله طبعا خارج اطار الموضوع، يبدو ان المرسل ارسلتها قبل الحلقه، تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا امام من ذي قار اخاطب وناشد قناتكم الموقره برفع صوتنا الى البرلمانيين كما تقول شريحه المطلقات، تقول مقدمين من سنه 2016 على رواتب الرعايه ولغايه الان ماكو شيء. رسائل حول موضوع اليوم، يقول أحد المرسلين وهو ابن ميسان، يقول لا مدنيين ولا إسلاميين يمكنهم التغيير لأنهم لم يكونوا أصحاب قرار التغيير الحقيقي وهو رفض العملية السياسية. نعم طبعا عمر سامي اللي انسحب من ترشيحه من تحالف تمدن، لفت إلى أن أخيرين سيبقون جزءا من الحكم في المرحلة المقبلة، يعني يقصد الأحزاب الإسلامية من السنة ومن الشيعة، لكنهم لن يتمكنوا من مسك الحكم بكامله كما حصل في الحكومات السابقة. أكد المرشح بأن حملات التشويه التي يقودها الإسلاميون ضدنا تسببت بانسحاب 12 مرشح مدني من الانتخابات، وذلك لأنهم أدركوا بأن الهجمة كبيرة عليهم ولا تستهدفهم لوحدهم، وإنما تطال أيضا
أسرهم ويتم التركيز على الجانب الحساس من العلاقات الأسرية لا سيما المتعلقة بالحياة الزوجية ونشر صور وفيديوهات لفضح أعراض المرشحين. تصاعدت حدة الهجمات الإعلامية على التيار المدني على العلماني بالتزامن مع التصريحات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في مؤتمر عقد في بغداد ونقلته وسائل إعلام عراقية في بالتحديد يوم 18 من فبراير شباط الماضي، والذي قال خلاله أنه لا يمكن السماح بعودة الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين لحكم العراق. هذا مسؤول إيراني ولايتي. نائب في البرلمان عن التحالف الوطني رزاق الحيدري قال بأن العلمانيين كانوا قد تجنوا كثيرا على الإسلاميين في الأوقات التي خرجوا فيها بتظاهرات واحتجاجات، إذ أنهم لم يشخصوا الفشل السياسي الحاصل في البلد، فقد رفعوا شعارات وهتفوا بكلام فارغ وأشاروا إلى أن الإسلاميين كلهم بالفشل وسرقوا المال العام وسوء الإدارة. أبدأ في الوقت ذاته استنكاره لحملات التشويه والتسقيط التي يتعرض لها المرشحون العلمانيون. وأضاف الحيدري في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الأحزاب الشيعية لا تقبل بأي تهجم على أي جهة سياسية أو تكتل حزبي يسعى للدخول كما يقول ضمن العملية السياسية والمشاركة في الحكم، وبين بأن نشر الأخبار الكاذبة عن المرشحين الجدد تقوده شخصيات مناهضة للعملية السياسية وتهدف إلى تخريب الانتخابات كما يقول والآلية الديمقراطية المعمول بها في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. واضح. تفضل أبو عمر. أستاذ، بالنسبة أنت ذكرت في البداية أحزاب إسلامية، رغم أنه أنا ما أعتقد أن هذول المسلمين يقومون بهذا العمل القذر ضد المسلمين الحقيقيين العوام، وليس هذا، هذا أحزاب شيطانية بصراحة، تربتهم بذرتهم يهودية تربتهم مجوسية. أنت واحد يعني أنا أعلم جيدا أنه من الناحية القانونية الإعلامية أنت تقول هالكلام، لكن بالنسبة لي يعني ما 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 أقتنع بهذا الشيء. نعم. أنه أحزاب إسلامية يدعون تمثيلهم للفكر الإسلامي. نعم يدعون خلي يدعون، هم بكيفهم. أيه. هم براحتهم شيء اللي يسووا، لكن أنت لو تجي تنظر إلى المرحلة القادمة خلال هالأيام إن شاء الله راح يصير تغيير بالمنطقة، تغيير أنا متأكد أن تغيير دولي بمعنى الكلمة. يعني حتى هذه الانتخابات ما أعتقد أنه راح تقام بالعراق، يعني أنا ما متوقع أنه راح يقدموا. أمريكا تريد تقلب الأوراق كلها، شخص شيء تحت الطاولة راح تخليه على الميز. هو هذا نفس الظالم الله سبحانه وتعالى راح يسلط على ذول الظلم الزناديق اللي يعني احنا إذا غير. طبعا انت ذكرت الاحزاب الاعلاميه العلمانيه، الاحزاب العلمانيه هي اخوه من الشرير، اخوه من هذا القذر اللي اجلكم الله عنده عشرات القنوات مسلطه على العالم ويقنعهم ان الله الى الف شريك، مليون شريك، ان القران محرف وان الرسول محرف، انه عرضه غير مصان وان الصحابه ملعونين. فاخوه من الشرير على كل هذول ما عندهم علاقه بالدين، مبتعدين عن الدين. لكن إن شاء الله التغيير القادم بإذن الله تعالى أنه يسلط هذا الظالم على هؤلاء الظلمة، هذا متأكد من عنده مليون بالمية. يا ترى هل راح تصير من عندهم فزعة اللي مثل الجرذان انهزموا من مواقعهم في سوريا بالشام، راحوا ختلوا ضموا نفسهم بين مثل الجريزي ماكو من يشوف المنطقة هادئة أو ساكنة يطلع يتفسح براحته ياكل مناه ويجمع على هذا ذاك بالليل. هسه الان هم ضامين نفسهم مثل الجريديه الدين المناطق السكنيه بالشام داخل المناطق السكنيه، بس ان شاء الله هاي ما تبقى لهم. شكو واحد اسمه عمر قتلوه زين، ولا يبيعون دول الاحزاب الاسلاميه يقول لك هذا والله قائد وطني وهذا ما ادري شنو وهذا الاحزاب العلمانيه، لا دول كلهم معروفين مكشوفين. بس احنا نقول عسى الله أن يفرج بدايات الفرج راح تجي بإذن الله تعالى، مو تعويض على أمريكا. نعم. لا دائما وأبدا أقول على قناتكم أن يسلط هذا الظالم الزنديق على هؤلاء الكفرة،
هؤلاء أشد كفرا ونفاقا من الأمريكي. الأمريكي عنده مصالح. أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. نقرأ رسالة واتساب في الدقائق الأخيرة، يقول الانتخابات كلها فاشلة، الله شاهد. مهند نوري من البصرة. رسالة أخرى يقول من باب المثل، تريد غزال أخذ أرنب، تريد أرنب أخذ أرنب، تريد ديمقراطية انتخب عميل، تريد عميل انتخب عميل. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول أستاذ عمر النتيجة محسومة والمقاعد توزعت، وتهديد الأحزاب التي اللي تسمي نفسها إسلامية هو لضمان الحفاظ على عدد مقاعدهم وألا يشاركهم أحد بسرقة خيرات البلد، وكل اللي يدعون تمثيلهم للإسلام هو أفسد من الفساد والإسلام منهم براء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول موضوع تهديد الأحزاب الإسلامية في العراق للتيارات الأخرى كالعلمانية والمدنية وانسحاب عدد من المرشحين من هذه الانتخابات بسبب هذه التهديدات وبسبب حملات التشويه والتسقيط على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفاز المملوكة لهذه الأحزاب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.